السلام عليكم. فكرة اليوم هي الفكرة ديال الشناك. شناك كيجي ولادي دي رائعين، مقلد ما يكون خفاف بحال القطن. ما نطولش عليكم وندوزو للمقادير. السلام عليكم. اليوم جبت لكم فكرة جديدة ثاني. اليوم غادي نتقاسمها معكم. اليوم هي لي بغيوش ولا بالمغربية لي شناك. دونك كيجيو زوينين، لذات بزاف، خفاف، احلى ما يكون. دونك غادي نحتاجو لهاد الوصفه كيلو ديال الطحين الابيض، غادي نحتاجو جوج ديال البيضات. بيضه غادي نديرها في العجين، وغادي ندير بيض ديال البيضه، وغادي نحتفظ بالصفر للدهن. دونك غادي نحتاج جوج ديال الخميرات ديال العجين، غادي نحتاج معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، الملح بطبيعة الحال، هذا السكر لاكاسوناد يعني السكر الاسمر او الاشقر. وزعما عندك الاختيار يعني دير السكر الابيض ولا هذا، غادي تكون غير في الحشوه يعني يعني اختياري. انا غادي ندير ما بين في الحشوه، ما غادي ندير ما بين الكاسوناد وما بين الكونفيتور، يعني غادي ندير جوجهم. مي في العجين غادي ندير غير شويه ديال لاكاسوناد، يعني ربع كاس باش ما يجيناش حتى العجينه حلوه بزاف. عندي اليوغور، عندي الحليب سخون دافي باش نعجن، عندي معلقه ديال الخل، وعندي الزبده. هاد الزبده اللي هكا يعني غادي نطفيها واحد شويه، باقا ما طفيتهاش، هي باش غادي نورق العجينه. وهذه غادي نعجن بها بارده هكا، يعني يلا جبتها من الفريجيدير. عندي الزبيب اختياري حتى هو يعني غادي يمشي مع الحشوه، وعندي لافاني يعني كنكهه حتى هو اختياري، يقدر ديري لو زيست ديال لو سيترون، لو زيست ديال الليمون ولا لي زورانج، يعني كيجي اختياري. ونبداو على بركه الله. دونك هنا ديجا عندي كيلو ديال الطحين معبوره، غادي نبداو على بركة الله. غادي نجمعو ان شاء الله المقادير كاملة. غادي نخلي غير صفار ديال البيضة بوحديتو. دونك غادي ندير المقادير اللي قلتلكم في الاول كاملة، الا الحشوة اللي غادي نبقى اللي غادي نخلي، غادي ندير بيضة وصفر ديال البيضة غادي نخليه، غادي نخليه دو كوطي باش ندير باش ندهن لي بغيوش ديالي. وطبيعة الحال المذاق ديال السكر كيبقى اختياري، يعني دير السكر الحلو يعني على حسب المذاق ديال الانسان، كيبغي الحلو ولا مالح ولا حلو بزاف ولا شويه عاد العفو. دونك هنايا نسيت واحد المعلقه ديال الفاني، زدتها في الحليب حيت سخونه غادي تذوب عليه، لان الفاني اون بودغ. وكنخلط كلشي في العجين، هو العجين ديالي كيكون قاصح بزاف. داكشي علاش كتشوفوا الروبو ديالي كيطلع تيهبط، لان العجينه قاصحه بزاف. شوفوا العجينه هنا راه مازال ما بلوكاش غير تجمعات. دونك غادي نبقى ندلكها بالزبده، راه دار ليا نسيت الحليب قد الزبده راها بارده بزاف. يلا جبتها من الفريجيدير، كنبقى نكب عليها بشويه بشويه حبيبه حبيبه، لان قطعتها طريفه صغار وما حدايا كتدلك وكتدلك بالزبده، حتى ندخل هذيك الزبده كامله اللي درت اللي قطعت صغيره باش تدلك لي العجينه مزيان. هنايا غادي نحيد العجينه ديالتي، وغادي ندلكها بيدي، غادي نديها شويه بشويه بيدي بحال هكا صافي. وغادي نحطها ترتاح واحد المده، هانتوما شوفوا العجينه راه قاصحه ماشي رطبه، يعني نخليها ترتاح وغادي نرجع معكم. هنا العجينه ديالتي راه ارتاحت بزاف، مده 45 دقيقه اللي خليتها ارتاحت، هي خمرات لي بزاف. دونك غادي نحيد منها الغاز، وغادي نقطعها كويرات، ربعه ولا خمسه الكويرات اللي دارت لي، باش عاد غادي نبسطهم مزيان. ومن الاحسن يكون نبسطهم حتى قد ما رققناها قد ما غادي تجي لنا مزيانه، يعني رقوها مزيان باش تجينا بحال مفشه مزيان كما تيقولوا. غادي نحيد منها الغاز، وغادي نقطعها كويرات، وغادي تتابعوا معايا المراحل باذن الله. هنا بديت أيوة أول كويرة كنبسطها، يعني
ما لققناها قد ما كنا. دونك هنايا غادي ندير يعني الحشوه، دائما كنأكد بان الحشوه اختياريه. انا هنا عندي الكاسونات، يعني تقدر دير لا كونفيتير، تقدر دير العسل. هنايا يعني غادي ندهن العجينه ديالتي بالزبده، الزبده راها ديال الاكل يعني ماشي زبده كما تيقولوا، الزبده ديال ماشي زبده نباتيه. يعني تقدر دير الزبده النباتيه حتى هي تجي زوينه، مي يعني هاد الزبده ديال الاكل كتكون كتعطي المذاق للعجين. هنا درت لك الكاسونات ودرت معاها شويه ديال الزيت، يعني كحشوات متنوعه. ندوز للمسطعه الثانيه، الكره الثانيه، انا خرج لي هذا الكيلو، خرج لي خمسه ديال الكويرات. دونك غادي ندير الجبه الثانيه، ما غاديش ندير فيها لا كاسونات، يعني غادي ندير فيها لا كونفيتور ديال المشمش. يعني هادو كافكار كحشوات، ولكن دائما كندهن بالزبده هي كالاساس، الزبده هي الاولى كندير. دونك ما غاديش ندير لا كاسونات، غادي ندير معلقه ديال لا كونفيتور، غادي نسرحها على العجينه كامله، وعاد غنروليها وغادي نحطها على جنب. دونك غادي نكمل هادشي كامل وغادي نرجع معكم. دونك هنايا كنسهم، حنا غادي نوريكم ثاني الطريقه ديال التقطيع، يعني غادي نحسب جوج ديال الصباع وغادي نقطع. انا كندير ديما كنقطع بالخيط، مي ما بقاليش اليوم، من بعد غادي نبسطهم شويه. نوريكم واحد الطريقه ثانيه ساهله بالخيط، كنهبط عليهم وكنحطهم في شويه ديال الفران تبع الحال. ما غاديش ندير نخليهم يتلاصقوا، غنخلي واحد شويه ديال الصباص. دونك كنعبر جوج ديال الصباع، جوج ديال الصباع رولي بحال هكا، وصافي نشوفوا هانتوما كيفاش كيجي. يعني رولي من الداخل، هذا فيها لا كونفيتور، وتنوريكم غير بحال هكا بيديه، وتنحطو دو كوتي. نكمل هذا العجين بحال هكا، يعني جوج ديال الصباع، وتنورك عليها بالموس، تنهبط عليها بالموس، وتنكمل العجين ديالي بحال هكا كلها باش تكون متساويه ونفس لا فورم. هذا ماشي كبير بزاف، هذا يعني متوسط بحال هكا شويه، ونرجع معكم باذن الله. تنبسط شويه بحال هكا وتنحط. غادي نكمل هذا الشيء عندي بالتقطاع، نحطو في لي بلاك ونرجع عندكم بالمرحله الاخرى ثاني. انا كملت التقطيع ديال العجين ديالي كامله، دونك مازال ما دهنتهاش بالصفار ديال البيض. السلام عليكم، شنيك ديالي ها هو؟ هي خمرتي مزيان هنايا. دابا غادي ندوز، يعني ندير نحاول نلخص لكم لا فيديو باش ما يجيش طويل. دونك هنايا غادي ندهن هنا بالصفار ديال البيض ومع جوج ديال المعالق ديال الحليب، غادي ندهنهم كاملين، ومن بعد غادي ندهنو نديرو في الفران، ندوز عليهم وحده بوحده حتى نكملهم بالدهين ان شاء الله. وغادي نديرهم في الفران على حراره متوسطه، يعني 350 فرنهايت 180 درجه. غادي نشعل عليهم من الفوق ومن تحت الفران، ماشي سخون، بارد، باقي ما شعلتوش، حتى غنكمل لهم الدهين ديالهم لان عندي الفلفله. وغادي ندير الخبز ديالي في دقه واحده، ونتلاقاو ان شاء الله مع الفيديو الاخر. شوفوا لي شنيك كيفاش نفخو، نوريكم المرحله اللي هذه لاحظ 9 مينوت باش درتهم كيفاش نفخو، ونتلاقاو معكم. لي شنيك ديالنا غنطلعو عليهم، ها هما طابو. بسم الله، نخرجو لا بلاك الاولى، نخرجو لا بلاك الثانيه، حيت مازال ما كملتش طياب. نشوفوا بعدا من التحت كي دايرين، سخان 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 سخان، هما طابو مزيان. غندير ثاني لاطلاك اخرى اللي مازال ليا، هاهما
غادي نتسنى عليهم واحد جوج دقائق حتى لخمسة دقائق قبل ما يبردوا لي شويه ونرجع معكم. تسنيت عليهم واحد 2 مينوت باقي سخان، باقي سخون بزاف. تمام، خفاف خفاف خفاف، طيبين. ني تسنيت عليهم واحد جوج دقائق. دابا غادي ندهنهم لا كونفيتور ديال المشماش غير باش تعطي واحد شويه ديال لا بريونس. ندهنهم باش نحطوهم في طبق التقديم. وغادي نزينهم. عندي هنايا شويه ديال الجلجلان اختياري باش ما كان عندك، يعني تقدري ديري فيهم الكوك، تقدري ديري فيهم اللي عندك. انا عندي هذا شويه ديال اللوز كونكاسي، دونك غادي ندير شويه ديال اللوز بحال هكا من الفوق، يعني كنأكد بان هذا اختياري. شويه ديال الجلجلان حتى هو اختياري، ونرجع معكم ملي نكمل الدهن ان شاء الله. وهذه هي الفكرة تاعت اليوم اللي تقاسمت معكم، الشناك اللي كيجي رائع رائع رائع، خفيف بحال القطن، يعني تثقوا بيا لان شي حاجة اللي جربتوها ما غاديش تندموا عليها. عندكم الاختيار كما قلت لكم، يعني باش تذوقوا باش ما عندكم في الدار. انا هنا درت الكوك، درت الجلجلان، ودرت لي زاموند كونكاسي، اللوز مخلط ما بين البودره ديال اللوز ما بين اللوز. نتمنى الله ان هذه الفكره تاع اليوم تعجبكم. ما تنساوناش بالدعم وباللايكات وتبارطاجيو، وشكرا لكم، والى الحلقه المقبله والفكره المقبله ان شاء الله. السلام عليكم.